يا صالح السالم، المتحدث الرسمي بنادي نجران. في البداية نرحب بك في الرياضية السعودية. نتحدث عن وضع نجران اللي ما كان عليه في الموسم الماضي. يمكن دائما نعرف نجران في المشاكل المالية هي الطاغية على وضع الفريق، لكن اليوم نتحدث عن مشكلة مالية متواصلة مع الفريق. نتحدث عن عدم استقرار إداري، عدم استقرار فني، 8 جولات بدون أي انتصار لفريق نجران. الله يحييك ويبقيك. طبعا نادي نجران بالنسبه للمشكله الماليه هي ليست جديده، يعني مشكله مستمره، بحيث ان حكم ما في استثمار يعني للنادي كحال حال الانديه. يعني نادي نجران مو الوحيد اللي يشكي من المشاكل الماديه، ولكن ممكن ما عندنا موارد اخرى. بالنسبه للاستقرار الاداري، لا الحمد لله الاستقرار الاداري موجود، اضافات الاستاذ مهدي حسين كلاعب سابق. الاستقرار الفني طبعا يختلف عن العام الماضي، فعلا تم تغيير المدرب الاول ومن ثم خميس العبيدي لما في مصلحة الفريق. يعني دائما خميس العبيدي الكثير يتحدث انه ما اعطي الفرصة، يعني 4 مباريات نقطتين. حتى الكابتن الحسن اليامي اشاد بالكابتن خميس العبيدي وذكر انه مدرب ممتاز ولكن ما كان محظوظ. ما يعني ما تشوف انه كان من ممكن نعطيه فرصة اكثر للكابتن خميس العبيدي؟ الكابتن خميس، احنا مع الكابتن حسن والجميع في نجران كإدارة وكجماهير يثقون في الكابتن خميس ويرون انه مدرب قدير، ولكن احيانا الحظ لا يخدم المدرب لإعطاء ما لديه. الوقت اللي باك يعني وقت حرج، فيحتاج الى قرار. مش معقول انا انتظر ان الحظ يبتسم للكابتن الكبير خميس العيدي في سبيل مصلحة نادي نجران. طيب اليوم مباراة مهمة، عدم يعني فوزكم يضعكم في منطقة هادية في دوري زين، لكن خسارتكم اليوم تعود بكم لدوامة الهبوط للدوري، يعني يبقى بينك وبين التعاون نقطتين. المرحلة هذه أنا قلت مساحة نقطية صعبة. نعم للفريق، يعني من قبل الأخير إلى التاسع كلهم في مساحة نقطية ضيقة، يعني مش على نادي نجران فقط، يعني على الأندية جميعها تعتمد. أيضا راح يلعب أدوار اللي هي المباريات الأخرى لها دور. نجران لو لا سمح الله كان في نتيجة غير إيجابية، حال أي فريق يعني راح يتضرر. فبالتالي احنا نسعى إلى النتيجة الإيجابية للهروب. دائما تربط نجران بالفرق الثانية. الأهم لنجران اليوم الانتصار عشان أنت تبعد عن منطقة الخطر. خلك من الفرق الثانية، خليك فريقك. حنا نسعى إلى الفوز، ولكن برضو أنت ما تلعب في الدوري لوحدك، يعني أنت لازم تحسب اللي طبعا لاعب سابق. طبعا الكابتن صالح لاعب سابق بنجران، تعرف بالتأكيد أنه نجران إذا خسر راح يكون في خطر. أكيد ما أي فريق يخسر يدخل دائرة الخطر، هذه ما فيها شك، ولكن هناك عوامل أخرى برضو. إحنا نحرص على الفوز بإذن الله ونجهز نفسنا إلى أي أمر آخر. يعني الاحتمالات واردة للفرق الجميع، فبالتالي لو أنا كنت حاط في نصب عيني فقط فوز فمعناته أنا ألعب الخيار واحد، وبالتالي علي أن أواجه الصدمة بعد المباراة. فالاحتمالات واردة للتعاون للنجران لأي فريق، للثلاث الاحتمالات يجب أن نكون جاهزين لأي احتمال، وعندنا خطة للعمل بعدها الاحتمالات كاملة. ترجعين اليوم على طيارة جدة؟ ها بكرة إن شاء الله. حيكون معكم جوجيكا؟ والله الآن ما في شيء رسمي بصراحة، مدرب المباراة الكابتن حسن، وبعد المباراة لو في شيء راح يطلع بيان من النادي يعني. بس الأكيد أنه يعني نسبة كبيرة راح يرجع معاكم بكرة. ما في شيء أكيد بصراحة، ما في شيء أكيد، ولكن احنا ما نخفي ضمن اهتماماتنا طبعا، ولكن لو في شيء رسمي راح يخرج من مصدره نادي نجران. شكرا. إن شاء الله. شكرا. نشكر صالح السالم المتحدث الرسمي بنادي التعاون وايضا نادي نجران وايضا اللاعب السابق بنادي نجران. نعود مجددا لاستوديو التحليلي مع زميل سلطان راجح.